المحكمة الفرنسية في باريس أصدرت يوم الخميس الحكم على الأميرة حصة بنت سلمان ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالحبس 10 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10,000 يورو في قضية التورط في التعدي على عامل مصر الأصل بيحمل الجنسية الفرنسية اسمه أشرف عيد. الحكم صدر غيابياً ضد الأميرة السعودية، لكن المحكمة شافت إن هي مذنبة بالعنف المسلح والتورط في احتجاز شخص ضد إرادته، إن الأميرة أمرت الحارس الشخصي بتاعها بضرب وإذلال العامل اللي هو كان أصلاً رايح الشقة عندها في باريس بيؤدي وظيفة في أعمال السباكة. الكلام ده حصل من 3 سنوات، لكن إصدار الحكم كان يوم الخميس. المحكمة كمان أصدرت حكم بالسجن 8 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5,000 يورو على الحارس الشخصي للأميرة. طبعاً الحارس الشخصي والأميرة ما حضروش الجلسة. العامل المصري اللي معاه الجنسية الفرنسية اللي هو أشرف عيد اتهم الأميرة إن هي أمر الحارس الشخصي بمهاجمته بسبب اتهامها ليه إن هو صورها وخد مقاطع فيديو ليها، الكلام ده في سبتمبر 2016. كمان قال إن الحارس ضربه، هدده بمسدس في دماغه وأمره إن هو يقبل قدم الأميرة. اللي خلاني أهتم بالموضوع ده بالرغم إن هو بعيد بنسبة كبيرة قوي عن مواضيع الفيديوهات اللي بتنزل في القناة عندنا، إن الموضوع ليه علاقة بالإنسانية. يعني مش معنى إنك شخص معاك فلوس أو معاك قوة أو معاك سلطة أو أيا كانت الحاجة اللي أنت بتملكها إنك تمارس قوتك أو سلطتك دي على شخص أضعف منك. طبعا لان الانسان دايما بيحاول يدافع عن نفسه حتى لو كان غلطان في اغلب الاحيان، فهنلاقي ان محامي الاميرة قال ان التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وان الاميرة شخصية ودودة جدا ومثقفة وبتحب تهتم بالناس التانية وعندها عطاء وحب للاخرين. كمان هنلاقي وسائل الإعلام السعودية بتتكلم عن الاعمال الخيرية للاميرة حملتها المتعلقة بحقوق المرأة. لكن برضو اللي خلانا نهتم بالموضوع نبحث فيه اكتر ان دي ما كانتش المحاكمة الاولى اللي صدرت، فهنلاقي برضو ان في حكم صدر ضد الاميرة مشاعل قبض عليها في المكان اللي هي كانت عايشة فيه في كاليفورنيا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالبشر بعد ما تمكنت الخادمة الكينية بتاعتها ان هي تهرب. كمان في حكم صدر ضد الاميرة بانيا بنت سعود بنت عبد العزيز، اعتقلتها السلطات في الولايات المتحدة بتهمة الضرب المبرح والسرقة والإتجار بالبشر. فبنتمنى تكون دي القضية الأخيرة، لأن امتلاك سلطة أو مال أو قوة غير مبرر تماما إنك تذل شخص أو تهينه أو تتعامل معاه بأي أسلوب يهين كرامته أو يقل منه.